يقول السائل: هل أعمال الكفار يوم القيامة توزن كما توزن أعمال المؤمنين، أم الميزان خاص بالمؤمنين فقط؟ الميزان لمن له حسنات وسيئات، وهم المؤمنون. المؤمنون الذين لهم حسنات وسيئات هم الذين يوزن عملهم، أما الكافر فليس له حسنات، ليس له حسنات. ولهذا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم شيء يوزن، كل أعمالهم والعياذ بالله كفر، وكلها سيئات.